السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض قشطة الافران، هنعملها بطريقة حلوة قوي قوي ان شاء الله هتعجبكم. قدام حضرتك نص كيلو من الدقيق بالميزان، ولازم حبيبة قلبي الدقيق يتنخل كويس جدا. 250 جرام من الزبدة او السمنة، او زبدة على سمنة، او زبدة على زيت، زي ما حضرتك تحبي. هنزل عليهم ببيضة. حد يقولي طعم البيض هيبان ولا اي حاجة. 3 أو 4 نقط من الفانيليا، نص كوباية من السكر الخشن، سكر ابيض سكر احمر ولا في اي مشاكل. هنزل عليهم بمعلقة إلا ربع من الخميرة الفورية. قلبي بقى الكلام ده كله لحد لما البيض يختفي معانا وكمان السكر يدوب تماما. وحضرتك كده بتقلبي هتحسي إن الخليط بدأ يتقل معانا، وده المطلوب. أهم حاجة حبيبة قلبي لازم أتأكد إن السكر داب كويس جدا معايا. هنزل عليهم بكوباية إلا ربع من اللبن. حضرتك ابدأي الأول بنص كوباية وقلبي بقى الكلام ده كله كويس جدا. وبعد ما هتضيفي الدقيق، إذا العجينة احتاجت معاكي الربع كوباية كان بها، ما احتاجتش يبقى كده تمام، لأن حسب نوع الدقيق. الدقيق اللي أنا شغالة بيه ده أنا مجرباه كتير وبياخد معايا كوباية إلا ربع من اللبن، عشان كده حطيت قدام حضرتك كوباية إلا ربع دفعة واحدة أو مرة واحدة. ولكن حضرتك ابدأي الأول بنص كوباية من اللبن، وبعد كده لو احتاجت حطي، ما احتاجتش خلاص. حطيت فرقة بين صوابع إيديا من الملح وديتهم كده تقليبة على السريع. هاتي بقى يلا الدقيق، وحطيت عليه ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبي بقى كويس جدا بالشكل اللي حضرتك شفتيه، وانزلي كده على مراحل بالدقيق على الخليط. انزلي وقلبي. حد يقول لي ايه فايدة البيض معانا هنا في العجينة او في الوصفة؟ البيض بيدي هشاشة اكتر وبيخليها اطرى واطرى، يعني بيخليها طرية جدا. وزي ما قلت لحضرتك طعم البيض مش بيبان ابدا ابدا. مش عايز اقول لكم طعمها حلو قوي قوي، لآخر حباية بتتبقى معانا بتبقى طرية زي ما هي. شلت بقى المضرب كده من ايديا وبايديكي يلا ولم العجين بالشكل ده. وانت كده بتعجني هتحسي ان العجينة طرية جدا، ولا تقلقي اول ما العجينة هتلم معانا بالشكل ده هتحسي ان هي بدأت تتماسك. انا سبتها حوالي 3 دقايق وبعد كده رجعت لها تاني، هتشوفي دلوقتي معايا. بصي كده العجينة شكلها ايه. رجعت لها كده زي ما قلتلك ولمتها مرة كمان. شايفة العجينة بتسيب من البولة وكمان سابت من ايديا. شايفين ايدي مغسولة. هنسيبها كده لمدة 5 دقايق ترتاح، وبعد كده هنشكل على طول. وده اللبن اللي اتبقى معايا ربع كوباية. تمام، انا ما بسيبش العجينه تخمر يا قلبي، انا بشتغل على طول. جبت صاج مش مدهون اي ماده دهنيه، واخدت كده قطعه من العجين على قد البلانشه وفردتها بالشكل اللي حضرتك شفتيه، وبعد كده عملتها رول. هتقولي لي طب احنا عملنا كده ليه؟ عشان تديني توريقه من جوه ويبقى قلبها مفرغ مش مكتوم. تمام كده، قطعي بقى بالطريقه اللي تعجبك. انا قطعتها حجم الليمونه الصغيره، ودي افضل تقطيع عليها. بعد كده بفرد العجينه زي ما حضرتك شفتي، وبعد كده بضمها على بعض وبكورها زي الكوره، وبفردها فرده صغيره جدا، يعني يا قلبي ما توسعيش الفرد وحضرتك بتفرديها. لو وصلتوا معايا لحد هنا اتمنى من حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا قلبي لو كومنت حلو كده زيكم عشان يشجعني انزل لكم وصفات حلوه كتير. بالنسبه
للقرص اللي قدام حضرتك أو قشطة الأفران، حابة تحطي فيها عجوة مفيش أي مشاكل، حابة تحطي فيها ملبن اللي هو راحة الحلكوم مش هيقول لأ، بيبقى طعمها حلو قوي قوي مع كوباية شاي بلبن، كوباية شاي سادة، والدنيا بتمشي. بعد ما هنخلص كل الكمية بالشكل اللي حضرتك شايفاه هسيبها لمدة ما تقلش عن نص ساعة، احنا في الصيف ولكن في الشتاء ممكن الوقت يبقى أطول من كده. بعد ما هتخمر هكون مسخنة الفرن مسبقا أعلى درجة حرارة عند حضرتك، بحطها على الشبكة اللي فوق، بولع من تحت، ما بولعش الشواية. ركزي معايا يا قلبي في طريقة الفرد، لأن طريقة الفرد مهمة جدا جدا في الوصفة، تمام كده؟ حد يسألني ممكن أبدل حشوة العجوة أو الملبن بجبنة؟ الله عليها، بس في الحالة دي يا قلبي مش هتحطي سكر، تمام كده؟ هنستكفى بس بنص معلقة صغيرة من الملح وكملي الوصفة عادي خالص. هتاكلي قرص أو قشطة الأفران بالجبنة ملهاش حل، بتبقى روعة روعة روعة، تاكلوها في الهنا يا رب. هنخلص بقى كل الكمية بالشكل اللي حضرتك شفتيه. دي طريقة تانية للتقطيع، بصي كده بعمل ايه على كف ايديا. مفيش اسهل ولا اجمل ولا احلى من كده قرص. مش عايزة اقول لحضراتكم بتتباع غالية جدا جدا بالكيلو في الافران، وطبعا عمرها ما هتكون بنفس الجودة ونفس النظافة ونفس الطعم، احنا شغالين بسمنة فلاحي. وزي ما قلت لحضرتك بعد ما تخلص الكمية كلها هنسيبها كده على جنب تخمر لمدة ما تقلش عن نص ساعة، احنا لسه في الصيف. بصي كده شكلها بعد ما خمر، بصي كده الجمال، وده شكلها بعد ما استوت. ركزي كده معايا، شايفة كده اللون موحد ازاي؟ وده بسبب كمية المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. شايفة القاع، شايفة الوش، تحفة تحفة تحفة. تعالي بقى كده نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونفتح كده واحدة ونشوف الدنيا ماشية معاها ازاي. شايفين بتتقطع معايا بكل سهولة ازاي؟ شايفين قلبها مورق ازاي؟ تحفة، وريحتها قلب الدنيا بحالها. مش عايز اقول لحضرتك مش محتاجة اي حاجة معاها ولا حتى كوباية شاي. بصي كده الجمال، دي كده بالعجوة، انا عملت بالعجوة، عملت بالملبن، وعملت سادة. اللي يعجب حضرتك اشتغلي بيه، تاكلوها في الهنا يا رب، ويا رب يحسن ما بين ايديكم. بصي الجمال، يا نهار ابيض، يا خبر ابيض، عمر حضرتك ما هتجيبيها بالحلاوه دي ابدا ابدا من بره. مش عايزه اقول لكم انا بقطع وباكل وهي سخنه كمان، حلوه قوي قوي. شكرا ليكم، مع الف سلامه.